الحرس الثوري الإيراني يستثمر الجغرافيا والقوانين الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية الدولية ليغذي ميليشياته في اليمن. كوارث قد تحصل جراء صمت المجتمع الدولي عن انتهاكات الحرس الثوري للبحار الدولية، وربما تؤدي هذه الانتهاكات لتعطيل الملاحة في أهم مناطق العالم للنقل البحري. الذي يشكل خطر كبير على العالم هي الألغام البحرية التي سوف ترمى في مضيق باب المندب. هذه تربك نظام التجارة العالمي. لغم بحري واحد تصدم في باخرة شاحنة تتعطل تجارة العالم في هذا الممر إلى أن يتم تنظيفه، وهذا هو الذي يريدها الحوثي وإيران، وهذا اللي دائما يهددون فيه أننا سوف نقوم بإغلاق إذا لم يلتفت علينا العالم. فإيران تقول بس راح أهدد إغلاق مضيق هرمز أو مضيق عمر بن الخطاب اللي الآن سموه ومضيق باب المندب. بالتالي هذا هو الخوف من التهريب، ووجود ألغام بحرية موجودة. التقارير تقول فيه ألغام بحرية إيرانية موجودة، السلاح أكيد إيراني. بالتالي رماية هذه الألغام عشوائيا في الممر الدولي، ممر المياه الدولية، بقدر ما هو جريمة خطيرة ودولية كبيرة، إلا أن له ارتدادات ضخمة على امدادات النفط ويسبب هلع للأوروبيين وللمصدرين العرب.